كيفك يا حجي؟ كيفك؟ كيفك؟ من أين أنت حجي؟ أنا؟ من فلسطين يا أبي حجي، فلسطين يا بيت تهدم هنا بالكوة، تهدم من ليه عتان أنت قلاش قلنا فلسطين يا حجي نيرو عتنان من حلب، من ساكن ثانينو من حلب، ما لحد لا أهل ولا أهل خالص خالص، جبناه من مساكن هنا وقت صار الحصار جبناه هون عن هالشق، معاق إيده وأجره شلل نصفي يعني ما بحسن بمشي. وعندنا هون كمان من حلب شيخ الجب كمان ما له حدا، ما له حدا خالص كمان، لا له لا أهل ولا قرايبين. هون عبودة مشلول ما بحسن بمشي، باخده على المعالجة الفيزيائية مشان أتابع معالجته وكذا، مشان يمشي بحسن بمشي بحسن مثلا بتحرك، مشان بتكل على حاله ما له حدا كمان. وهون كمان اثنين اخوة كمان ما لهم حدا، كمان مقطوعين جبناهم كمان قمنا برعايتهم على اخر وقروهم. وهون كمان ما له حدا من ادلب، من ادلب ما له حدا كمان مقطوعين هذا كله مهجرة. وهون كمان من حلب كمان ما له حدا مهجرين، يعني جبنا هون قمنا برعايتهم كاملة. ومحمد شاد عمرك؟ عمره 7 شاد عمرك؟ عمره 70 سنة. لا قراد بدعي نزار نجار مدير دار السلامة لرعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. تم إنشاء هذه الدار بعام 2013، وكانت تحتوي على 4-5 نزلاء في خيمة كبيرة. وفي بداية 2018 تم توسعه هذه الدار لأربع غرف ومنافع. تحتوي هذه الدار على 20 سرير، منهم مصابين عقليا ومنهم إصابات جسدية. هذه الدار قامت برعاية الناس الذين شردتهم الحرب وأصبحوا بلا مأوى وبلا رعاية، نقوم على رعايتهم بشكل كامل طبيا وصحيا ومعالجة فيزيائية. هذه الدار لا تتلقى أي مساعدة من منظمة أو جمعية. هناك بعض الأصدقاء الذين يقدرون العمل الإنساني ويشاركون في هموم الناس وهموم هؤلاء الناس الذين تقطعت بهم الأوصال، حتى يتسنى لنا الاستمرارية في رعاية هؤلاء المرضى. اخي هدولي لا لا ما سمعنا هون اسمه محمد واحمد، لا لا الشخصين هدول من معروفين منين هن؟ مجهولين مجهولين الهويه. عادي ما جابوا لنا اياه هون اشخاص معقول بالطريق محمد وما بعرف مين هن. ما بعرف قلنا نحن جبناهم حطيناهم في ضمن الدار لرعايتهم ان شاء الله، يعني نحن ان شاء الله ما نقصرهم كثير ان شاء الله. أبي مات وأمي ماتت ورشاوني هنا بالجيش، الحمد لله. من أين أنت يا حجي؟ والله صار شيء 14 شهر 13 شهر يا 13-14. من أين أنت حجي؟ من جورج شيار. من حمص؟ من حمص. ما عندك لا أولاد ولا عندك شيء؟ ماتوا كلهم ميتين. شو اسمك حجي؟ عاطف. عاطف شو؟ الجن. ما انك متجوز ولا عندك اولاد؟ نعم. لا ماني متجوز ولا عندك اولاد؟ ما في حظ، ما في شيء بس
حظ ما في؟ ما في حظ. شو بدك حجي؟ شو بدك؟ شو بتقول؟ بقول ابني عم توجعني بتعمل لي وجع. ما جابوا لك دكتور؟ ما جابوا. شفنا دكتور قالوا له قالوا له بعمل لي مرأة لهون. لا كنت خيرة مرأة مرأة. اخواتك اخواتك حجي؟ ما عندك اخوه؟ لا ما عندي. كان قال عندي اخوه. قال عندي كل شيء. ايه. الله الله يكرم له. ماتوا؟ ايه. كم واحد؟ ما هلا هلا تجيني ما في حد. ما بقي. هلا ما بقي. هلا كانوا والله شباب كويسين محترمين. الشكوى لله. يلا